شوف انت من الجهاز من الداخل كيف، وربي غرام. شوف 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 أسطوري. هاي فري فاير يا شباب، يا اوكي هاي فري فاير يعني سعره تقريبا بس هذا تليفون مخصص للجيمينج ماهر، يعني هذا التليفون بيتوقع منك انت كمستخدم انك تلعب 20 ساعة ورا بعض، فهمت علي كيف؟ الايفون يا زلمة بيسخن بايدك يا رجل لما تلعب. والله كنت اشتري اما اشتري الايفون وربي كنت اشتري. لحظة نسوي له تحميل. والله بصراحة نشوف الايفون اسطوري، بس اذا انت حاب تشتري تليفون مخصص للجيمينج، يعني حاب تشتري تليفون عشان تلعب في هذا التليفون، يعني مش انت بتشتري تليفون عشان امور تانية، فقط للعب يعني، فقط يعني مثلا خلينا نقول يعني شخص فقط بيلعب يعني، ممكن اوكي بيستعمل واتساب وهذا، ولكن هو هدفه الرئيسي ان هو يشتري تليفون اسطوري للعب، فبنصحه بهذا التليفون بصراحة. يعني سعره تقريبا 500-600 دولار، يعني نصف سعر الايفون، وفي نفس الوقت فيه مميزات افضل جدا للجيمينج بصراحة. ريد ماجيك على فكرة الشركة هذه قاعدة تنشر كتير اخر فترة، وقاعدة تطلع يعني، وقاعدة تسبب والله نجاح حلو. هاي فري فاير يا شباب، هاي فري فاير وسريع والله بالتحميل. ايه لا هذا الانترنت سريع، مش هو بس شوف 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 الصورة، شوف الصورة والله الصورة غرام. لحظة بس الكاميرا عندي بدها عدسة، صورتها زبالة الكاميرا عندي. نزل ديسكورد بالتليفون وعمل حساب جديد ودخله هون وعملنا سكرين. بدي انا جاي اجرب التليفون للمتابعين ولا لإلك انت ولك؟ لك لازم المتابعين يعني مثلا جوا شو مثلا هيك كذا، ايش في ازرار كيف يعني؟ قصدي تفتح سكرين من التليفون وبالاو بي اس حط الكاميرا على الديسكورد. هيك مثلا الناس بتشوف مثلا شلون تقفل جوا، اذا بده يسوي ايميل ديسكورد. طيب ليش يا حبيبي ما بنزل برنامج وبعرض لكم كل شيء؟ شو حل علي حل وربي. اوكي حملنا فري فاير، خلينا ندخل على فري فاير يا شباب. لا يا تامر حسني لا تطلع لي خلاص. شو تي 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 مش سامعين الصوت يا شباب؟ صوت الغنية تبع فري فاير. ها صار بالعرض الصوت طالع من فري فاير من هان. الكاميرا راحت تحت. ها ايه لحظة هاي دخلنا فري فاير. شو هاد بيجينا؟ ايه بيجينا بيجينا انا بيجينا. اميرتو مدري شو الاسم. يلا جو. هاي دوم صح باش بجدال تطول. السلام عليكم. السلام. هلو جود مان. وعليكم السلام. ما زعلان منا كتير كتير. سبورة مين مني؟ ايه هلا هلا قلبي. ايش دخلوني جيم؟ نعم دخلوني جيم. وين والله شوف جاكور. لمس الشاشة اسطوري بس خرافي. بس انت علي اكتر يعني على فكرة من الاعدادات لك. ايه 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 بعرف فيه اعدادات. بس لحظة كيف ادخل على الاعدادات هذه في اللعبة؟ هان في عنا مشكلة اكتشفناها بجي. لا هاي دخل طلعت المشكلة من راس جاكوار. شو بتعطي رتبة لبانس يا جودمان؟ لا يا جودمان كيف تعطي رتبة لبانس؟ والله كابانس تعرف شو بيسوي؟ بيطردنا كلنا دير بالك. والله كان راح يطرد جاكوار لو شاف الرتبة. شو 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 بيأشروا لك على اللوت؟ شو هذا اللوت بالأرض؟ أول شو شو يا ريت يسوي اللوت هيك. يا حبيبي لما بتحمل فري فاير جديد وبتقولهم أنا بادي جديد. شوف الزون كيف هيك صغير. براك عليك. كيف صار وراها؟ هو والله بدمجك. والله فيه هيد شوت. فيه هيد شوت. فيه هيد شوت. والله ما انه علي صار زمان ما لعب بالتليفون. لا التليفون فيه بجيب هيد شوت مش انا. ماهر احكي يا ماهر يلا. علي عمر اللي شارب فري فاير بالتليفون. يا جاكوار تقدر تيجي دقيقة تكلم معك فوق؟ وين؟
الله يرضى عليك يا جودمان، لا تسوي لي شيء للبياض تبعنا، الله يرضى عليك. لحظة خلينا ندخل الإعدادات نكبر هدول. بس هاي مشكلتها بالإعدادات، صعب تدخل عليها لأنه الشاشة جاية سودا فوق الإعدادات. عم بتسوي صغيرك. كيف بدنا ندخل عليها؟ أيوة هلا دخلنا. يعني هاي إذا كنت في فايت وبدك تغير شيء بالإعدادات انسى. صبعتك كله صغير اضرب عليها. روح قلت روح بده إياك. يا ما فيني أدخل. خلاص بعد اللايف. اوكي تصغر هاي شوية. تمام. تبع الركض هن كيف؟ الكبسات اللي فوق مالهم شلون ضبطهم؟ الكبسات اللي فوق ما بعرف، بتوقع في برنامج. في برنامج لها مثل برنامج المحاكي، في برنامج لها. هيك والله شفت لانه كان والله يعني شو شفت بالفيديو هلا بعثت لك اياه، انه في هيك شيء بتدخل عليه ببرد لك كم بدك درجه حراره، كم جيجا بايت، كم ما اعرف شو. في عبده في شبوره. في واحد عم بضربني. ما في شوت. ليش ما في شوت؟ ليش ما في هيد شوت؟ نو هيد شوت. جيرال كنت معليه بالجواين. والله لازم نهان شاهدين عن جد، بس الجهاز مريح جدا للايد بصراحة للعب يعني. والشاشة شاشة كبيرة يا رجل، بتحس حالك عن جد بتلعب بي سي يا رجل. يا الله. والدقة اكيد بتعلى اكثر من هيك الدقة. يو بو بو في هيد شوت، في هيد شوت، في الدقة أكيد بتعلى أكثر من هيك. ما في طلقة إير. ما في شوية لوز يا حبيبي. في واحد قدامي كمان. كيف سرعة الشاشة علوش سرعة سرعة الشاشة بطيئة شوية، أتوقع لازم أعليها من الإعدادات. أيوة مع إني حطيت الجنرال، حطيت الجنرال 100، بس أتوقع لسه بالإعدادات لازم أتحكم بالسرعة أكثر. امري والله نشوف هذاك الفيديو بس خلص الجيم. اها تفهم له اكثر. انا شفت هيك له برنامج عالي شلون البي سي له محاكي، تدخل مثلا يعني تعدل بالمحاكي وهيك نفس الشيء له. والله هيك تليفون هيك مواصفات والله رهيب والله. ريسبكت والله. وسعره كمان، سعره جاكوار ما يعتبر ما يعتبر سلاح، ما يعتبر شو اسمه، ما يعتبر من التليفونات الغالية يعني. والله وكشكل وكمريح للإيد بصراحة يعني، مسكة الإيد مريحة جدا فيه. لا والله من الأجهزة الناجحة جدا بصراحة. أنا بقول الريد ماجيك عن جد فعلا من الأجهزة اللي راح تكون ناجحة جدا وراح يكون لها اسم أسطوري يعني. لحظة شو كيف بدي افجره بالبرميل. شوف شوف.